صباح الخير. صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل. من فضلك عاوز الاستاذ عادل سعيد. عادل سعيد؟ مين عادل سعيد ده؟ هو في حد قال لك ان هو شغال هنا؟ مين عادل سعيد؟ ايه يهبل يهبل، مش عارف ان انا عادل سعيد يلا. لا يا دولا، ما هي ما قالتليش دولا يا دولا، وبعدين انت غيرت اسمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، انا الانسه سهام الاسهمي، خبيره في تداول الاوراق الماليه والبورصه. اهلا وسهلا، ده انا في انتظارك، اتفضلي. اهلا وسهلا. والله خبيره خبيره يعني يا دولا. روح هات حاجه ساقعه اجل اتكل على الله. حاضر يا دولا. دولا اجيب الحاجه الساقعه دي، ساقعه ولا سخنه؟ روح للراجل قول له حاجه ساقعه، هو هيفهم. فريره فريره يا خبيره. سيبهم اطلع بره اطلع بره بره. الواد ده مجنني حضرتك، يعني متخلف يعني. عارفة مرة عمل ما فيش وقت يا أستاذ عادل، ندخل في الموضوع على طول. ماشي ندخل في الموضوع. حضرتك يعني أنا كنت عايز يعني أحط فلوسي في البورصة وأكسب 50,000 جنيه زي الواد حتة. مين؟ يعني عشان أكسب فلوس في البورصة يعني أعمل إيه؟ بسيطة قوي الفكرة، كلها في شراء مجموعة أسهم مالية بتمن معين، ولما بتغلى تبيع. أبيع وأكسب زي الواد حتة. مين حتة؟ لا حضرتك اتفضلي كملي. وبتشتري الاسهم دي من شركه ناجحه جدا، وبعدين بتجيب لك عائد مادي كويس قوي. ماشي حلو حضرتك، خلاص. وبما ان انت اسمك سهام الاسهمي، فانت هتنقلنا كام سهم كده حلوين على ذوقك، يعني اهم حاجه يكسبونا. وتفضلي حضرتك، ادي الفلوس اهي. كام دول حضرتك؟ دول 5,000 جنيه. بس دول مش كفايه يا استاذ عادل، علشان تكسب في البورصه لازم تغامر بفلوس كتير. يا ريت تزود لنا المبلغ ده شويه. ماشي حضرتك، احاول ازودهم. اخد دول بقى ازودهم واجيبهم تاني. لا 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 خليهم، هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركه المنسوجات الحراريه. منسوجات الحراريه؟ بس مش ملاحظه يعني ان الدنيا هتبقى حر شويه على الفلوس، وخصوصا ديمتينات يعني. طب خلاص، اشغلهم لك في شركه الكابلات الهوائيه. الكابلات الهوائيه؟ لا فلوس والهواء وبتاع. لا لا والنبي شوفي لي اي حاجه ارضي. انا عرفت طلبك، هشغلهم لك في شركه الاتصالات السريه. ايوه السريه، انا اهم حاجه عندي الكتمان. يا رانيا يا حبيبتي، البورصه فرصه وطالعه مش نازله، دي فرصتك يا رانيا، اوعي تضيعيها من ايدك. نو واي يا عادل، انا سبق وقلت لك ان انا ما بحبش موضوع البورصه ده يا عادل، لان انا قريت في بورصه النفوس. النفوس ايه؟ هو احنا هنتاجر في العبيد؟ بورصه النفوس ايه اللي انت قريتيها يا عادل؟ ده كتاب اسمه البورصه والنفوس، بيقول فيه ان النفوس البشريه بتتغير تغير كامل، وبتصبح نفوس نفسويه من نفسنا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد الراجل اللي الف الكتاب ده راجل منافس اساسا، مش عايز اي حد يكسب غيره. يا سناء يا سناء يا حبيبتي، الفلوس بتاعت الدروس الخصوصيه اللي انت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل بقول لك ايه، اطلع من دماغي، مالكش دعوه بفلوس الدروس الخصوصيه بتاعتي. كفايه قوي ان الفلوس دي اساسا منظوره. انت اصلك مش عارفه انا هاخد لك اسهم في انهي شركه بالظبط؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه اشترك في البورصه دي يا اخي. اعرفي بس الاسهم اللي انا هاخدها فين، وانت والله هترتاح لو عرفت. فين فين؟ شركه الاتصالات السريه. شركه الاسهم في شركه اتصالات سريه قال انا مش عايزه اشتري في البورصه دي يا اخي، مش عايزه. وبعدين الاسهم في ايدك تصدي، يعني لو بتكسب تفشل بعون الله. انا اشتري قال يا ماما، دي مضمونه ومكسبها مضمون، ده مكسبها عالي جدا، بس ما تقلقيش يا عادل. يا عادل انا ما بحبش الاسرار في حياتي، انا حياتي اوبن مفتوحه. هتسيحي شركه الاتصالات السريه، بلاش تقولي اسمها بصوت عالي. وبعدين دي شركه مش معروفه، ما حدش سمع عنها قبل كده. ما وضع طبيعي، مش سريه، لازم ما حدش يسمع عنها. يا عادل يا ابني، انا مش فاهمه حاجه من الحكايات بتاعتك دي عن البورصه، كل اللي انا اعرفه البوسطه وبس. يا ماما هي البورصه شبه البوسطه بالظبط، يعني بتدخلي فيها فلوس تولد لك فلوس كتير. طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت؟ لا لا ما تقلقيش، الفلوس بتاعتك اوديها لك لدكتور كويس ان شاء الله يعني، وهتولد فلوس كتير يعني. يا ماما دي حاجه انا واثق منها يعني ان شاء الله، المهم تجيبي فلوسك بس. منين يا حبيبي؟ ما معيش والله. يا سلام، هو كله معهوش يا ماما. طب وانا بقى هعمل ايه في الشركه بتاعت الاتصالات السريه دي؟ ده محدش راضي يعبرها حتى ولو برنه. حماتي انا عارف طبعا ان انت اكتر واحده في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصه. نو يا عادل نو، انا مش هخش في البورصه دي خالص، جامي جامي جامي. طيب جامي ليه؟
عشان انا ما بحبش اخش في تجربات، انا احب اخش في وقائع. ايوه بس على فكره البورصه ده واقع، وبقى واقع ملموس، ولعلمك ممكن تكسبي منه كويس قوي. نو يا عادل، اي كانوت. انت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصه لما دخل في 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 شركه اسهم بتاعه تقاوي قطن، وخسر كل الفلوسات بتاعته. طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي اسهم؟ لان تقاوي الاسهم على ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانه. ياسمين، ياسمين تعالي 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 تعالي. مين حبيب بابا؟ انا. مين؟ روح بابا. تعالي تعالي. ازيك يا ياسمين؟ ياسمين طبعا انا عارف ان انت محوشه فلوس كتير من العيديات اللي انت كنت بتاخديها، يعني كنت بتاخدي عيديه مني ومن ماما ومن خالته ومن عمته ومن تيتا ومن تيتا، فطبعا معاك حصاله مليانه، وانا عارف كل ده ومطنش. في ايه يا بابا؟ خش في الموضوع. حاضر يا ستي، اخش في الموضوع. الحصاله بقى اللي انت محوشه فيها الفلوس الكتيره جدا اللي عندك دي، انا عايزها عشان اخد منها الفلوس عشان استثمرهم لك بقى في شركه المصاصات السريه. ايه رايك؟ اتفضل. معقوله 5000 جنيه يكسبوني 30000 جنيه مره واحده؟ المهم تعرف تشتري امتى وتبيع امتى، هي دي بقى لعبة البورصة وشغلتي أنا. وأنا شغلتي أقبض منك الفلوس وأخدها بقى. لا أوعى، لازم تشتري أسهم تانية، وما دام دخلت البورصة يبقى لازم تكمل. طيب ماشي خلاص، اشتري لي بيها بقى أسهم من بتاعت اللي هي الشركة بتاعت الاتصالات السرية دي. للأسف اتعرفت وبقت علنية. طب وأعمل إيه؟ أشتري أسهم إيه طيب؟ أنا شايفة فيك كده إنك شاب طموح، وأنا بصراحة برشحك بقوة انك تكون وكيل شركه الاوراق الماليه بتاعتي. وكيل شركه الاوراق الماليه؟ اشتغل ايه يعني؟ تجيب لي ناس بيثقوا فيك يشتروا اوراق ماليه من عندي. ايوه بس اجيب لك الناس ازاي يعني؟ اولا انا قلت الجماعه اصحاب البازارات صحابي يعني كلهم رفضوا، حتى اهلي بيتي نفضوا لي. ده كان زمان، لكن انت دلوقتي كسبت والوضع اختلف يا دولة. يا دولة. بيبي بيبي خد الفلوس دي اشتري لي بيها اسهم. يا سلام، وفين كتاب بورصه النفوس امال؟ لا 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 خلاص قطعته يا عادل، انا عرفت ان هو بيخسر اصلا يعني. خد. ماشي، دول كام دول؟ 2500. حاضر 2500. رانيا عادل، عادل خد ال 5000 جنيه دول شغلهم لي في البوسطه بتاعتك. برضو يا ماما لسه مصره ان هي البوسطه اسمها البورصه يا ماما. البورصه البورصه البوسطه، اه كله بيجيب فلوس، بس البوسطه بتاعتك انت بتجيب فلوس اكتر. ماشي، ما كنتيش مصدقه من الاول. حاضر يا ماما، عناية ليكي. 5000 جنيه ماما. عادل يا عادل، من فضلك خد ال 3000 جنيه دول، ومن فضلك من فضلك اشتري لي من السهومات اللي هي بتكسب دي. السهومات اللي بتكسب؟ حاضر يا حماتي، 3000 جنيه حماتي. وانا كمان يا ابي. وانت عايزه ايه يا نجلاء؟ اصلي ما كنتش اعرف ان البورصه بتكسب قوي كده. واديك عرفت انها بتكسب، عايزه بكام؟ 500 جنيه اهم. 500 جنيه نجلاء. حاضر يا بابا. الله. ايه يا بنت انت عايزه ايه؟ خد الفلوس اللي في الحصاله واشتري لي بيها اسهم. اسهم؟ عايزه اسهم ايه؟ اسهم من شركه المصاصات السريه. المصاصات السريه. يسلم على الدكتور. 17 قرش ياسمين.